نجيب لنا وزير من الخارج خير وخوش انسان ومحترم بس ما يعرف ضيمنا ومشاكلنا وما يعرف شنو اللي صار باهلنا. يحتاج لنا شخص عايش معاناة هاي الناس، يحتاج لنا شخص يعرف بالمناطق الشعبية الصاير شكو ايش تحتاج. هو هذا اللي ممكن ان الحلول عنده جاهزة. احنا نجيب لنا شخص من الخارج عنده فكرة وعنده وجهة نظر ورؤية وعنده رؤية لكن ما محتاج ويتفلسف ساعة بالحديث وبالنتيجة شنو الناس تشبع حكي ضد وزير من الخارج برأيي انت حاليا مع احترام لكل الشخصيات العراقية اللي بالخارج كفاءات وقامات ولهم القدرة ان يقودون البلد لكن هاي مو مرحلتهم. طيب